بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع، الدليل الرابع والقياس. فصل شوارم، دليل شوارم لأدلة قياسة. كتاب سنة إجماع تهم شوارمين قياس. تعريف القياس: القياس في اللغة يطلق على تقدير شيء بشيء آخر. قياس للغة دا أو تريب بواك شتيب شتيك أكيشي بيواني أكي لقال يعني تقديري قالي أما بأن زي أوي وكو أوي. فيقال قست الأرض بالمتر أي قدرتها به، يا علي قياسي أرزكم بمتركك، يعني النازي أرزكم بمتركك دياريك كشن متر، النازي شن متر. ويطلق أيضا على مقارنة شيء بغيره. وأش وتريت قياس بوشتيك لبرامبري شتيك والرابقري علي أمال بقياسي أو لبرامبري أو لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر. بو اوار اندازي هر كامل لوانا بالنسبة ايو تريانو بزانم علي ام بالنسبة او قياسي او ام توزي جزياتر يا ام توزي جزياتر يا بقي او. ثم شاع استعمال القياس في التسوية بين الشيئين. ام جارم مشهور بو بكاريناني قياس لوك دوشتك مسابيبا جات شا اوشت دوشت حسية كانت التسوية او معنوية شا تسويك وكو يقبونك حسيبة بحواسي ظاهر درب كريا معنى بيبه. فمن الأولى لأول كان كتسوية لبين دوشت القياس معناه تسوية لبين دوشت حسيابه. قول القائل كابراي ويجر علي قست هذه الورقة بهذه الورقة علي أم لا فر ما قياس كربه ولا فر، يعني بأن زيكم قرتل بمعنى سويت هذه بمعنى بتسوية مكرد يعني بأن زي أو بريب. ومن الثانية قول القائل لدوها مكانك تسويي بين دوشتي معنوي بقول القائل على علم فلان لا يقاس بعلم فلان، مثلا على علم فلان كس قياسي لقى العلم فلان كس ناكره أو زياتر أو كمترة بمعنى لا يساويه أي لا يسوى به، يعني مساوي أو نية يعني بو تسوي ناكره تفعل أو بليب أن نازي أو. أما للغة وفي اصطلاح الأصوليين إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم. لإصطلاح الأصوليين قياس بريتي لاحق كردني شتيك كنصيك لسر حكمكي نهاتو، مثلا أبجو نصيك لسر حكمكي كتحريم نهاتو، جاء لاحق يكي بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم بشتيك نص لباري وهاتوك، ومثلا آوي وشورقراو لتريب الشراب كأول نص لسر حكمكي هاتو أفرمي حرام لحكمك أم قياسك لسر أو، يعني علي أبجوش قياسك أم لسر خمر لحكمك كتحريما لبر علتك لاشتراكي ما في علة ذلك الحكم لبر وها وبشن لعلة حكمك كبريتي لإسكار أويك بوت السببية والشراب حرام به مسكر بونتي. أما تعريفك بإصلاح أبو قياس أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه، يا قياس بريتيا لمساوي كردني واقعية كنصك بحكمك وارد نبو به، قياسي أكي لقل واقعية كترا كنص بحكمك وارد بو به لو حكمك النص لسر لتردام لاوة لتساوي الواقعتين في علة الحكم، شنك هردو واقعك لعلة حكمك مساوية كترين تقريبا هذا يجمعنا قريته. وبيان ذلك أن الشارع قد ينص على حكم معين في واقعته، بياني أما بستجك قياس بريتي اللواء بياني الروشنية كاتو الشارع جاري واهية نص أنيلة الحكم كي دياري كلاولا الردابك، ويعرف المجتهد علة هذا الحكم. مجتهد كش أذانع التي أم حكمت شيئا على أم الشراب اللي برخاتري إسكارك حراما. ثم توجد واقعة أخرى لم يرد نص بحكمها، أم جار شتيكي تري شتيكي تدسك بيلاء به كنصك بحكمك وارد نبوة، ولكنها تساوي الواقعة الأولى في علة الحكم بلامها وكشنو وكو واقعي أول وتاني لعلة حكمك.
فيلحق المجتهد هذه الواقعة بالواقعة الأولى ويسوي بينهما في الحكم. يتم مجتهدة كأم واقعة لا حكا كاب واقعي أولو وكو يك لحكم قراري أنا ذا. فهذا الإلحاق هو القياس أو لا إلحاق كردنا قياسا. وقد يعبر عنه الأصوليون بتعابير أخرى وتعبير أصوليون هندجات بالتعبير قلي كتر بمعنى قلي كتر تعبيري لأدنو مثل قولهم تسوية الواقعتين في الحكم. مثلا ألين أمدو واقعة لحكمها مساوي. مثلا ألين نبيذ خمر لحكمها كتحريمها مساوين مساوي كردني دو واقعة لحكمها. يا ألي تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة أخرى. يا ألي تعدات يا كردني حكمك لواقعيك وبواقعي كتر حكمك للشرابة كبريتي لحرمة أو حرمة أجوزيت للشرابة بو واقعي كتر كبريتي لأوي متخذ مثلا لجو كبيت النبيث. فهذه العبارات أم عبارة دسواجانا الإلحاق تسوية تعدية هميا تدل على معنى واحد يجمعنا قرنا وهو هو تعدية الحكم المنصوص عليه في واقعة ما إلى الوقائع المساوية لها في العلة كبريتي لتعدى كذني حكمك نص لسردام ذاوى لهر واقعيك بو واقع قلك تلك مساوية وإلى علتك. وهذا هو القياس أمش قياس. فالقياس لا يثبت حكما قياس حكمك تازه إثباتناك حكمك بو بلان فيما النزاني وإنما يكشف عن حكم كان ثابتا للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه. بل قياس دردخ حكمك ثابت بو مقيسك مثلا كنبيذة لوقت ثابت بني بو مقيس عليه كالشراب آوي ورقراو لآوي هنورة لبت التي حكمك لهذا كان يكك كبريتيا لا إسكات كما هي موجودة في المقيس عليه وكل مقيس عليه علة حكمك يك إسكارة لمقيسك إشاك نبيذة مثلا هي. وغاية ما في الأمر أن ظهور الحكم في المقيس تأخر إلى أن كشف المجتهد عن وجود علة الحكم فيه أو فالركار أو تانه در كوتني حكمك لمقيسك كلمي صالح ومانا نبيذك دوا كوت وهتاك مجتهد در حصولك وجود علة حكمك تشيا. فالقياس إذن مظهر للحكم وليس مثبتا له كواب قياس يتر حكمك دردخ نك إثبات حكمك. وإن عمل المجتهد ينحصر في معرفة علة الحكم وبيان اشتراك المقيس والمقيس عليه فيهما. وكان مجتهد فقط بريتيا لا زانين علة حكمك وبيانها وبشبوني مقيس ومقيس عليه كالتيانا فيظهر أن الحكم فيهما واحد. مجتهدك الدري أخات فحكم لهرزك أنا لمقيس ومقيس عليه كيكتر. صلى الله عليه وسلم.